أشاد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بحرص المواطنين على المشاركة في الاستحقاق الانتخابي النيابي والبلدي، والتي جاءت كتعبير عن دعم المواطنين للنهج الديمقراطي والإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، مثنيا على الجهود التي بذلتها اللجنة العليا للإشراف على سلامة انتخاب أعضاء مجلس النواب لضمان سير العملية الانتخابية، والتي أثبتت من خلالها اللجنة قدرة المملكة على تنظيم هذا العرس الوطني الديمقراطي الكبير في أجواء من الشفافية والنزاهة. ورفع معالي رئيس مجلس الشورى أصدق التهاني والتبريكات لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمناسبة نجاح هذا العرس الديمقراطي الذي أكد وقوف الشعب إلى جانب قيادته ومساندته لترسيخ مبادئ التنمية في المجالات كافة، سائلا المولى العلي القدير أن يوفق القيادة السياسية لمواصلة مسيرة الخير والعطاء لتحقيق آمال شعب مملكة البحرين وتطلعاته.